بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الإصحاح 15 من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير بركاته علينا أمين. وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس، وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه، وكان المسمى باراباس ملصقا مع رفقائه في الفتنة، الذين في الفتنة فعلوا قتلا. فصرخ الجمع وابتدوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل له. فأجابهم بيلاطس: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموا حسدا. فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا أسلوبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمله؟ فازدادوا جدا صراخا أسلوبه. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم، أطلق لهم باراباس، وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب. فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة وألبسوه أرجوانا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاسين على ركبهم. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيروان أبو الكسندرس وروفوس، ليحمل صليبه. وجاءوا به إلى موضع جرجسة الذي تفسيره موضع جمجمة، وأعطى خمر ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد، وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه للصين واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فتم الكتاب القائل: وأحصي مع أسمة. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصه، لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. واللذان صلب معه كان يعيرانه. ولما كانت الساعة السادسة كان الظلم على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي إلوي لما سبقتني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا: هوذا ينادي إيليا. فركض واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: اتركوا لنرى هل يأتي إلي لينزله. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح.
وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. وكانت أيضا النساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة، اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل، وأخر كثيرات اللواتي صعدن معه إلى أورشليم. ولما كان المساء، إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعا، فدعا قائد المئة وسأله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد المئة، وهب الجسد ليوسف. فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع. والمجد لله دائما أبديا آمين. الإصحاح بيصف ساعات الصليب، وبيصف المحاكمات الظالمة، وبيصف كمان الرأي الشرير بتاع الجموع اللي كانت موجودة لما عرض عليهم إطلاق سراح برباص. ورباص كان زي شخص إرهابي وعمل فتنة وعمل قتل كثيرين، لكنهم قالوا: لا، احنا عايزين ملك اليهود هو اللي يتصرف. حب بيلاطس يعني ياخد من فمهم انه بلاش هو، انهم اصلوا بالملك بتاعكم ملك اليهود، فصرخوا بشر عظيم وقالوا: اسلوبه اسلوبه، وازدادوا صراخا جدا. وده يبين ازاي ضمير الانسان بينحرف، وازاي ضمير الانسان ممكن يخدع الانسان، وممكن يظلم الإنسان، وممكن يسبب أذى للإنسان. ولو ما كانش ضمير الإنسان يحكمه روح الله، ممكن يتوب وممكن يشرد. صلب المسيح وأحصي مع أسمه، وقعدوا يسخروا منه كثيرا في الوقت المناسب، سلم الروح زي ما بنقرأ في عدد 37. لكن الله اللي بيرتب حياتنا كلها يرتب واحد اسمه يوسف، وده أحد الشخصيات اللي اسمها يوسف، وده بنسميه يوسف الرامي علشان كان من الرامة. وتقابلنا قبل كده مع يوسف النجار، وتقابلنا في العهد القديم مع يوسف الصديق. وكلمة يوسف معناها يزيد في النعمة. ودخل بكل جسارة وطلب جسد يسوع، وابتدى يجيب كتان ويكفن المسيح ويحطه في قبر منحوت في صخرة، حط عليه حجر كبير. كل ده ما كانش في الترتيب، لكن ربنا اللي رتبه. واتصلب المسيح ومات على الصليب، وانزل الجسد واتكفن الجسد واتحط في القبر وعليه الحجر الكبير. اعرف ان ربنا هو اللي بيرتب كل حياتنا، وبيرتب كل الخطوات كل الايام. ما تشيلش هم الحاجة خالص. وبالتأكيد يوسف اللي ظهر في المشهد دلوقتي، وكان راجل مهم في المجتمع زي مستشار كده، يقول عليه الإنجيل في عدد 43: مشير شريف، راجل من علية القوم. رتب الحكاية دهيت، ورتب الدفن، ورتب القبر اللي كان موجود عنده، والحجر الكبير اللي حطه على باب القبر. حياتنا في إيد مسيحنا، وحياتنا في تدبير المسيح، وهو بيرسم خطة حياتنا، والناس اللي نتقابل وياهم، والناس اللي تخدمنا، والناس اللي ترتب الحياة ويانا. واعرف كده ما أجمل حياة التسليم. كل ما تسلم حياتك لإيد المسيح، كل ما تشعر إنك أنت فرحان ومش شايل الهم، ويكون لك الفرح العظيم باستمرار. ليه؟ لأن اللي بيحميك واللي بيقود خطواتك واللي عينه عليك من أول السنة آخرها هو شخص المسيح. ربنا معكم.